شخصيات مهمه موجود. يعني مثلا وزير الخارجيه الاسبق نبيل فهمي هو دلوقتي هو دين اوف دينز، هو دين، هو الدين المؤسس School of Global Affairs and Public Policy. الانطباع العام عن الجامعة الأمريكية إن هي الجامعة اللي بتدفع فيها فلوس كتيرة جدا، وكل الأهالي أكيد تعبانين ومتضايقين، وكل الطلبة متضايقين جدا من الفلوس اللي هم بيدفعوها في الجامعة، وده حقيقي. كلنا متضايقين عادي لا جدا شك. لا شك إنما دايما في عندكم برامج لها علاقة بالمتفوقين اللي ما يقدروش يدفعوا مصاريف الجامعة. بالظبط. إحنا نقول لكل طلاب في البلد أو في المنطقة، إذا أنت متفوق، يعني أنت عندك رغبة عميقة، تهم passion، طموح شغف، شغف في أي موضوع، عندك الاستعداد اللازم، قدم نفسك لنا، عايزين مثل هذه الطلاب. في منافسة شديدة شوية. يعني في أربعة، إحنا ناخد واحد في أربعة اللي طلبوا الدخول عندنا، بس نقول في نفس الوقت أولا قدم نفسك، بعد كده هنفكر عن المصاريف. لذلك حوالي 60% من طلابنا يستفيدوا من درجة من المنح الدراسية، 100 سنة من التعليم الأكاديمي، 100 سنة من الأنشطة، 100 سنة من الخريجين. 100 سنة مش رقم قليل أبدا، 100 سنة هو اسم الاحتفالية التي تقوم بها الجامعة الأمريكية في القاهرة بحضور شخصيات كبرى من كل المجالات، احتفالا بمرور هذا القرن من الزمان على الجامعة الأمريكية. مستر فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، شكرا جزيلا. Francis Richard Dane.